بلسمي داوي جروحي يا أغلى دار. قلبي هو للعماني والكركي والمعاني وبنربت أعز إخواني كلنا واحد إيد بإيد. محبوبي يا ابن البلقى وبعجلون ومحلى الملقى وسنود السمراء بالزرقاء عزيمة وقوة حديد. مفرقة والطفيلي والعداوي مية مية جار الشيمة داداوي أهل الكرم والحمية. نشمي وبالنشمية هم بس الأردنية هم بس الأردنية عزم وإصرار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونواصل حلقتنا من منطقة خريبة السوق، وضيفنا لهذه الحلقة السيد محمد سويد من محل فور سيزن للألبسة. سيد محمد مساء الخير. مساء النور. بالبداية حابين نعرف السادة المشاهدين أكثر، من هو السيد محمد سويد؟ محمد سويد صاحب محلات فور سيزن للألبسة الجاهزة في منطقة خريبة السوق. نعم سيد محمد، لو تحدثنا الآن عن تأسيس وإنشاء هذا المحل، كيف أنشأتموه؟ والله الحمد لله ان المحل ان شاء الله يعني انفتح له 5 سنين. نعم. في هاي المنطقة يعني بلشنا بمحل صغير ثم يعني تطورنا شوي شوي فتحنا هذا المحل والحمد لله. نعم. سيد محمد، تحدث الان عن آلية العمل واهم الخدمات في هذا المحل. احنا هون زي ما انت شايف ان ألبسة رجالي وستاتي وعنا اطفال وعنا الاحذية، يعني الحمد لله بنقدم كل الخدمات لهاي المنطقة، كل شيء بيختص بالألبسة وكل شيء يعني رجالي ونسائي، كل شيء بيلزم أي شخص أي عائلة أي بيت، كل شيء إن شاء الله يعني بتلاقيه موجود. جميل. سيد محمد، لو نتحدث الآن عن عدد الموظفين في هذا المحل. 4 موظفين في هذا الفرع. نعم جميل. يوجد فرع آخر أيضا؟ يوجد فرع آخر في منطقة الوحدات. جميل. سيد محمد، لو تحدثنا الآن أيضا عن إقبال الناس لسنة 2016 لهذه الألبسة، كيف ترى؟ في البداية سنة 2016 كانت يعني مش زي المتوقع، يعني كانت شهر 1 و2 مش زي المتوقع، بس الحمد لله تعرف هاي الشغلة كلها مواسم، يعني موسم الصيف موسم الأعياد موسم، بس الحمد لله بلش الوضع يتحسن. جميل. سيد، نتحدث الآن عن استيراد هذه الألبسة الجاهزة، استيراد وتصدير هذه الألبسة، من أين تستوردونها؟ احنا الحمد لله احنا البضاعة تقريبا 90% منها أوروبي، يعني أوروبي. كلها براندات زارا ماسيمو، يعني كلها براندات عالمية، يعني وكالات. نعم. وفي كمان محلي، وفي كمان احنا كمان تركي. نعم. استوردنا بضاعة تركية آخر الشهر. نعم. الماضي والحمد لله، يعني الحمد لله. سيد محمد، هذا القطاع قطاع الألبسة تطور بشكل ملحوظ، ماذا تحدثنا في الأردن بشكل عام؟ نعم تطور يعني بشكل ملحوظ كثير، يعني الحمد لله، وشيء أساسي يعني صار في الأردن الألبسة، في رأس مال كبير صار في هذا المجال، ومن شدة الإقبال الناس على هذا المجال فصار في تجار، صار في محلات كثيرة، صار في أسواق زي ما أنت عارف. نعم. يعني في تطور ملحوظ. سيد محمد، ما شاء الله عندكم فرعين، الفرع هذا اسمه فور سيزون، والفرع الثاني شو اسمه؟ نفس الاسم فور سيزون. نفس الاشي. نعم. ان شاء الله تتوسعوا، اكيد لكم طموحات ورؤية مستقبلية، ما هي طموحاتك سيد محمد لي هذا المحل؟ اكيد اكيد الواحد له طموحات، مثل ما بلشنا محل صغير وكبرنا وفتحنا محل ثاني، ان شاء الله يعني وإن شاء الله يا رب يوفقنا ونفتح محلات تانية ونتطور نصير يعني أكبر وأكبر إن شاء الله يا رب. تفتح بجميع المحافظات إن شاء الله دائما التقدم والإزدهار. سيد محمد، سيد محمد، هل تواجهون مشكلات أو معوقات أو عقبات من جهات معنية من ترخيص لهذا المحل؟ واجهنا بالبداية افتتاح المحل. نعم. بالترخيص. نعم. أخذ الرخصة. نعم. كمان بالاستيراد، كمان في مشاكل في الجمرك، غلاء كثير في الجمرك بمعاينة البضاعة. نعم. معاينة بكون بسعر هم مرات بضخموها بسعر آخر، ففي مشاكل يعني، بس الحمد لله يعني في معاملات روتينية أيضا، في معاملات يعني، في كمان بالنسبة للترخيص بالنسبة للأمان. الآن تواجهون بالاستيراد، يعني كل ما تعرف كل ما مر بدك تستورد في مشاكل في المعاينة البضاعة في تدخيلها، في انه عشان احنا بنجيب براندات، فالبراندات مرات تكون ممنوعة هون. نعم. فمن هذا الحكي. نعم ان شاء الله بتنحل هذه المشكلات عبر شاشة قناة جوسات، عبر كاميرا انجازات وطنية. سيد محمد، نتحدث الان عن الشعبية، اكيد ما اجت من فراغ للسيد محمد، من اين جاءت هذه الشعبية للسيد محمد، وايضا لما فرعين قول فور سيزون محلات ألبسة جاهزة؟
الحمد لله. أول إشي بهم في مجالنا أنه أول إشي نوعية البضاعة، يعني أهم إشي في مجالنا نوعية البضاعة ومعاملة الزبون. لما تكون زبون داخل يعني وشايف الوجه الحسن وشايف الابتسامة، فأكيد راح يرجع مرة ومرتين وثلاث، وبالذات كمان لما نشوف الأسعار. أهم إشي هسه بالنسبة للشعب الأردني جدا، يعني إحنا الحمد لله عندنا من بداية من دينار 5 دنانير من 10 دنانير، جميل جميل جميل. يعني متناول الجميع يعني. جميل جميل. شو بتدعو السادة المشاهدين سيد محمد لزيارة أفرع فور سيزن؟ احنا ان شاء الله يتفضل الجميع بزيارتنا ويحكموا بنفسهم يعني على البضاعة، على الأسعار وعلى جودة المحل. نعم، حابين نحدد للسادة المشاهدين موقع في العين فور سيزن. الموقع الأول والرئيسي خريبة السوق، الشارع الرئيسي بعد إشارة السوق المركزي. نعم. الفرع الثاني بالوحدات شارع سمية بداية الشارع. جميل. سيد محمد، حابين أن نتجه إلى موضوع آخر وثقافة العيب. من تواجه الأردن بشكل كبير، في ثقافة عيب موجودة كبيرة، وأيضا كثرة البطالة. حابين نقلل من هذه البطالة كشاب ما شاء الله من فرسان التغيير، حابين نقلل من هذه البطالة. رسالة توعية ورشاد لجيل الشباب. صراحة ثقافة العيب هذا مصطلح يعني بصراحة يعني مش عارف مين اختلقه، لأنه ثقافة العيب يعني أنه أنك تقعد في البيت وما تشتغل وما حداش يصرف عليك، هون ثقافة العيب. الواحد يبلش صغير، يعني بلشنا إحنا كمحل في البالة وكبرنا والحمد لله، فيعني فيش إشي العيب. العيب إنك تقعد في البيت وتصرف وحدا يصرف عليك وأهلك تصرف عليك. وأكيد مسار على الدرب وصل، ولكل مجتهد النصيب. سيد محمد، قبل نهاية هذه الحلقة أيضا، سيد محمد، شايفين الظروف حوالينا والحمد لله على نعمة الأمن والأمان، الأردن حديقة داخل حريقة. لو قدر لك أن تقبلت مع جلالة الملك عبد الله الثاني في ظل هذه الأوقات، في ظل هذه الظروف، في ظل هذه القيادة الحكيمة الرشيدة، ماذا ستقول له سيد محمد السود؟ يعني أول إشي نشكره، أول إشي نقول له يعني الحمد لله إحنا شايفين اللي حوالينا كلهم الحمد لله. يعني نعمة نعمة أكيد سيدنا أكيد. احنا بنشكرك سيد محمد لهذه الحلقة الجميلة. وأعزائي المشاهدين الكرام، في نهاية الحلقة نتقدم بالشكر الجزيل للسيد محمد سويد صاحب أفرع فور سيزن للألبسة الجاهزة. شكرا جزيلا سيد محمد وعمت المساء. أهلا وسهلا ونشكركم ويعطيكم ألف عافية إن شاء الله. وأيضا سنقوم بجولة بكاميرا إنجازات وطنية داخل محل فور سيزن، بتشرفونا. أهلا وسهلا، تفضل.
أغلى دار قلبي هو للعمال.